قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة الكنز المدفون. يحكى أن رجلا صالحا قضى عمره يجوب الآفاق لنشر تعاليم الإسلام، وفي إحدى رحلاته وجد كنوز قارون فخاف أن يفتنه المال، فعاهد الله على إنفاق الكنوز في نشر تعاليم القرآن وحفظه، وأخذ يدفن في كل بلد يذهب إليها جزءا من الكنز حتى واراها التراب ولم يبق منها إلا القليل. وفي إحدى الأيام جهز الرجل الصالح متاعه لرحلة في أحد المحيطات، وعندما يأتي في خاطره المحيط يحس بالخوف من غدره وغطرسة أمواجه، فخشي من الغرق وأن يغرق معه سر الكنوز، فجمع أولاده الثلاثة محمد وياسين وطه وكشف عن صدورهم التي تتلألأ صفاء، وأخذ قضيبا من الحديد المتوهج احمرارا ورسم على صدور الأبناء معا خارطة للبلاد التي دفن بها الكنوز ومواقع الكنوز، وترك لأبنائه وصية يقول فيها: لقد رسمت على صدوركم خارطة للبلاد التي نشرت فيها دين الله وتعاليم القرآن والمواقع التي دفنت بها كنوز قارون، وعاهدت الله عز وجل أن أنفقها في نشر القرآن وحفظه. أتدرون لماذا الحفظ؟ فالحفظ يبني الحب والمودة للآيات، فإن حفظتم القرآن معا فإنكم سوف ترون مواقع الكنوز، وإن رأيتموها فأنفقوها على ما عاهدت الله عليه، وإذا نسيتم جزءا من القرآن فإن أعداؤكم وأعداء دينكم سوف يرون مواقع الكنوز ويستخرجونها وتنفق ضدكم وضد دينكم. أبنائي الأعزاء، على صدوركم ثروة أمة، فيجب أن يكون داخل هذه الصدور كتاب ربكم، فإن حفظتموه فقد أصبح بينكم وبين آياته حب كبير ومودة غامرة، وأصبحتم أسيادا، وإن نسيتموه أصبحتم عبيدا رخيص الثمن، مع دعاء المستمر لكم بالصون والسداد. وارتحل الأب تاركا وصيته وخاض المحيط، فهاجت الأمواج وثارت العواصف واستسلمت السفينة لعتو العواصف والأمواج فتحطمت، وأخذت الأمواج تتقاذف الرجل الصالح وهو يقرأ القرآن حتى خرجت منه روحه الطاهرة. هدأت الأمواج وسكنت العواصف، والرجل الصالح مسجى مأدبة للحيتان ولم تتركه إلا وهو في بطونها، ولكن وصيته بقيت وأبناؤه باقون، محمد في الثامنة من عمره، وياسين في السابعة، وطه في السادسة، والكنوز ما زالت مدفونة والأبناء ما زالوا صغارا. وبعد سنوات من وفاة الأب توفيت أمهم، واضطر الفتيان الثلاثة للانتقال إلى ملجأ للأيتام، وخلال ما هم في الملجأ علم رجل عجوز من الأعداء بقصة الكنوز والخارطة المرسومة على صدورهم، فاجتمع مع ابنه الأكبر الذي يسمى الحوت وقال له: لقد جئت بك لأمر عظيم يا ولدي. فقال الحوت: خيرا يا والدي. قال العجوز: بل شر عظيم، نار تستعر تحت الرماد، سنصلى بنارها إن نبتت بين غاباتنا، سيخرج من وهج النار نور بيد ظلام كهوفنا ويخطف أبصارنا. فقال الحوت: وأين هذه النار؟ قال العجوز: على صدور فتية أيتام خارطة تضم مواقع كنوز قارون، فإن حفظوا القرآن فسوف يرون مواقعها ثم يستخرجونها وينفقونها على بناء مجد دينهم، وهذا يعني هدم صروح مجدنا. فقال الحوت: وما هو دوري؟ قال العجوز: ستمثل أنك أبوهم. فقال الابن الثاني: كيف ذلك وهم أيتام؟ قال العجوز: هذا أمر بسيط، ولكن الأهم أن تنسيهم ما حفظوه من القرآن، وبذلك نرى مواقع الكنوز ونصبح أسياد الأرض. الأيتام الثلاثة أخوة، أكبرهم محمد ويحفظ 10 أجزاء، وهو الآن في الصف السابع، والأوسط ياسين ويحفظ 6 أجزاء وهو في الصف السادس، والأصغر طه ويحفظ 4 أجزاء
وهو في الصف الخامس. والآن احفظ ما سأقوله لتنفذه بالضبط. ورسم العجوز خطة للحوت، بدأها بتغيير شكل ابنه ليصبح والد الفتيان الثلاثة، وذهابه إلى الملجأ ليأخذهم ويعيشوا معه. ذهب الحوت إلى مدير الملجأ وأخبره أنه والد الفتيان الثلاثة، فعرفه المدير وحمد الله على سلامته. فطلب الحوت من المدير أن يمهد له لقائه بأبنائه ويخبرهم بالقصة قبل أن يدخل عليهم. اجتمع المدير بالأبناء وقال لهم: لقد جمعتكم الليلة لأمر يشبه حكايات الزمن الغابر، أمر غريب كل الغرابة، يجمع في طياته الماضي والحاضر والمستقبل. فقال له ياسين: ما هذا يا سيدي؟ هل جمعتنا لتسرد علينا أحجية؟ قل لنا ما هو الأمر حتى نذهب للنوم، فنحن في غاية النعاس. فقال المدير: لا تكن عجولا، أنتم تعلمون أن أباكم قد توفي وأنتم أطفالا صغار. فقال محمد: صحيح، ولكن ما علاقة هذا بالأمر الذي جمعتنا لأجله؟ قال ياسين: نعم، إن هذا أشبه بالتقلب على الأشواك، إنني لا أريد معرفة هذا الأمر، سوف أذهب للنوم. فقال محمد: انتظر، يجب أن تبقى، لأن الأمر مهم على ما يبدو. أيها المدير، إلى أين تريد أن توصلنا؟ قال المدير: إلى أبيك يا محمد. قال محمد: أبي؟ كيف أصل لرجل في بطون الحيتان؟ قال له المدير: إنه ليس كذلك. قال ياسين: أسخف نكتة سمعتها في حياتي، ربما أنه يتسابق مع حوريات البحر. قال محمد: أين هو إذن؟ فقال المدير: إنه حي يرزق. قال ياسين: أريد أن أقول لك أن رهبة الموت ليست مجالا لهذه النكت الباهتة. فقال المدير: إن أباكم في الخارج ينتظر الإذن مني بالدخول، لقد نجا من الأمواج والعواصف، لقد تعلق بإحدى أخشاب السفينة ونجا مريضا على إحدى الجزر، وعندما شفي جاء إليكم فاقدا جزءا كبيرا من ذاكرته، إنه لا يتذكر إلا القليل القليل. ثم قال المدير: لماذا لا ينفجر حنان الأبوة في داخلكم؟ لماذا لا تنشق أحجار عيونكم ليسيل منها الدمع فرحا لإسدال الستار على يتمكم؟ يا عبد الله، يا أبا محمد. ويدخل الحوت وهو يشبه أباهم تماما، ويقوم بمعانقتهم، ويفرح الفتيان الثلاثة كثيرا بلقاء أبيهم. ومسك الحوت بأيديهم جميعا وخاطبهم: سوف أعوضكم عن سنين الحرمان التي ولت إلى غير رجعة، وأضع الآلام بعدا عنكم على مقصلة مشاعر عشقي لكم، وأدفن في رمال النسيان آهات يتمكم. فقال ياسين: ووصيتك التي أوصيتنا بها حفظ القرآن، كيف نكون حراسا آمنين له؟ كيف نثور على المساس بالصفحات؟ وكيف تدمع العيون لأسر الكلمات وتخشع القلوب على زلزلة الآيات؟ قال الحوت: سنثور ونبكي ونخشع ونطوف الدنيا معا لنشر تعاليمه. وخرجوا جميعا من الملجأ فرحين مسرورين وهم يغنون معا: سنثور لأجل القرآن تنزيل الله الرحمن، ولأجل الحفاظ البررة من صاروا خلف القضبان، حزب الشيطان الفجار شنقوا الآي بحبل النار، ليذوق عذاب الفجار، وسنبقى في كل أذان، وسنجمع كل الأعلام، من حفظوا آي العلام، ونذيب جليد الكلمات بلهيب جلال الفرقان، والذكر المنزل سيعود دستورا للحكم فريد، كي يمحو أشقى الأزمان ويطهرنا بالإيمان. أما الذي حدث بعد ذلك، بعد أن مشوا مع الحوت، فهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.